لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. تبدأ هذه الباقة من الآيات الكريمات في سورة الأنبياء بدعوة المصرين على الشرك، المعرضين عن التوحيد، دعوة إلى التأمل، التأمل في الآيات الكونية المعروضة للناظرين. هي دعوة القرآن الكريم الدائمة إلى النظر الدقيق والتأمل الجاد الذي يقود صاحبه حتما إلى توحيد الخالق العظيم سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله.
قال الله تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون؟ هذه الباقة من الآيات التي ساق فيها المولى سبحانه وتعالى، ساق فيها الدلائل على توحيده سبحانه وتعالى، إذ هو الخالق لكل الموجودات، والخالق سبحانه وتعالى يتكلم كيف خلق سبحانه وتعالى. قال الله: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. هذه الآيات الكونية اللي بيشير إليها النص الكريم هي في ذاتها ناطقة بتوحيد الإله العظيم، دالة على أنه سبحانه وتعالى منزه عن الشريك والولد، لأن النسق الكوني الواحد الذي يسير عليه هذا الكون العظيم بدون اختلال ولا اضطراب في النظام بتاعه، ده كله ماشي وفق القانون الواحد المنظم له، هو ده عين الدليل القاطع على بطلان فكرة تعدد الآلهة المزعومة اللي بيدعيها البعض، أو أن سبحانه وتعالى إنه معه شركاء، حاشاه جل في علاه. يعني ما تحويه هذه الآيات من الحقائق الكونية الكبرى في خلق السماوات والأرض هو من قبيل الاستدلال على توحيد الخالق العظيم اللي تقدم الحديث عنه في سورة الأنبياء في سياق السورة. يعني أنت بتستدل بهذا النظام الكوني الدقيق جدا على وجود إله واحد خالق هذا الكون، عشان كده في سياق سورة الأنبياء ذكر قبلا قول المولى سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني الاستدلال على توحيد الخالق العظيم من خلال النظر في صفحة الوجود البديعة دي، في صفحة الكون الرائق ده، لأنه لو كان هذا الكون بيصدر عن مجموعة من الآلهة كما يدعي البعض أو كما يزعمون، لما وجدت هذا الكون يسير على هذه الدقة البديعة المحسوبة والقائمة على علم عظيم محيط، والتي تسير على نظام واحد ينبع من إرادة واحدة لا إله إلا الله، ينبع من إرادة واحدة وليس من إرادات متعددة، لأنه زي ما قلنا لو تعددت الذوات لتعددت الإرادات. يعني لو كان هناك أكثر من إله لكان لكل إله منهم قرار، ولكان لكل إله منهم شأن، ما كنتش هتشوف النظام الكوني على هذا الحال الدقيق. كذلك في بيان الإشارات الكونية اللي معانا في الآيات الكريمة من سورة الأنبياء على النحو المعروض في الآيات كما سمعنا، طبعا فيها رد على كذلك عباد أو عبدة الأوثان اللي كانوا بيسجدوا ليها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا الداء موجود في الشعوب إلى أن تقوم الساعة. هو في النهاية بيتعبد لحجر من حجارة الأرض اللي هي من خلق الله، والمفترض أنه كان يسأل نفسه كيف لهذه الأحجار اللي هما بينحتوها وبيعملوها بصناعة إيديهم أنه يتأتى لها القدرة على خلق هذا الكون العظيم سبحان البديع، ولا على إبداع سيره بهذه الدقة وفق هذا النظام المحسوب الدقيق. يعني كيف ينصرف العاقل عن عبادة خالق كل شيء لعبادة أو إلى العكوف على عبادة مثل هذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا ليها في أي شيء من الأمور. ربنا سبحانه وتعالى دعوة القرآن الدائمة إلى دوام النظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقول القرآن الكريم في موضع آخر: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما فيش تفكير ولا تدبر إزاي الكون ده ماشي بالدقة دي، من القوة والطاقة والقدرة العظمى اللي بتحرك هذا الكون وفق هذا أو كما نراه على هذا الانضباط الشديد. كان لابد الإنسان يسأل نفسه.
عشان كده كانت بداية الآية بالاستفهام الإنكاري في باقة اليوم، بدأ بالاستفهام الإنكاري أولم يرى الذين كفروا، والآية لفت لأنظار كل غافل عن دلائل قدرة الجليل القدير سبحانه وتعالى، دلائل القدرة المبثوثة في أرجاء الكون كله واللي تفرد بها سبحانه وتعالى، لم يدعي خلقها يعني سواه جل في علا، ما فيش حد جاء وبعدين قال ده أنا اللي خلقت الأكوان دي، أنا اللي أوجدت الشمس على هذا الحال، وأنا اللي رفعت السماء بلا عمد، لم يدعي هذا إلا المولى سبحانه وتعالى وهو الخالق العظيم. الآية الكريمة بتطلعنا اليوم على بعض الحقائق العلمية حول أسرار خلق هذا الكون، نشأة الكون، والكلام ده القرآن بيقول لنا عليه من أكتر من 14 يعني قرن، وتقريبا العلم الحديث زي ما العلماء أهل الاختصاص في هذا المكان أو في هذا المجال، إنه العلم الحديث لم يتكلم إلا في منتصف أو بدايات ومنتصف القرن العشرين، لكن القرآن أشار سياق سورة الأنبياء قبلا إلى مسألة الخلق، وإن الإشارات الخاصة بالآيات الكونية دي إثارة لتفكيرنا لكي نفكر. والعلم الحديث دلوقتي بيتكلم عن القضايا دي وبينتهي إلى حقائق القرآن، يعني أسبق وأعلمنا ذلك من قرون مضت. وإذا كان سياق سورة الأنبياء كلمنا قبل كده إلى أن إيجاد هذا الخلق العظيم للسماوات والأرض لم يكن عبثا، إنما هو إرادة إلهية لحكم كبرى، قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، في حق قامت به وله هذه السماوات والأرض. وإذا كان خلق السماوات والأرض بحق ولحق، يعني لما خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى معناه أنه خلق الكون، ولما خلق الكون واللي هنشوف بعض من الإشارات الخاصة به النهاردة، يبقى تبعا لإيجاد الكون بقت هناك حياة، ولما بقى في حياة خلق الإنسان، فبالتالي يفهم الإنسان أن وجوده لأمر عظيم خطير. لما تحدثت سورة الأنبياء قبلا عن الخلق الأول، خلق السماوات والأرض، وخلي بالك أن موضوعات السورة متحدة مترابطة بتشد بعضها البعض، كأن السورة نسيج واحد يخدم قضية واحدة. سورة الأنبياء لما تحدثت عن الخلق الأول، خلق السماوات والأرض، جت مرة تانية السورة لتحدثنا عن الخلق الثاني، عن المرحلة وهي المرحلة الثانية للخلق الأول، بيانا لما سبق ذكره في السورة الكريمة إن السماوات والأرض بحق ولحق. وزي ما قلنا موضوعات السورة بيشد بعضها بعضا أو يشد بعضها بعضا في نسق موضوع واحد، قال تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا رتقا ففتقناهما. الرتق يعني إيه؟ وليه أنا بستعمل لغة الجسد في التصوير؟ لأنه هي كانت رتق، شيء مجموع على بعضه، وشيء زي ما بيقول علماء الفلك انه شيء كان متناهي في الصغر كان رتق، والرتق من رتقه رتقا، الرتق شيء مجموع على بعضه، رتقه يعني سده، يقال رتق فلان الفتق رتقا، لما يكون في قماش بنقول ده اتفتق اتقطع، اما تيجي تضمه على بعضه يبقى ده رتقته، يعني ضميته وسديته، لانه ده ضد الفتق اللي هو بمعنى الشق، انه كان شيء مشقوق مقطوع وانت قفلته على بعضه او ضممته الى بعضه البعض، يبقى انت ده ايه؟ ده الرتق. والآية الكريمة فيها استدلال طبعا على عظيم القدرة الإلهية وطلاقة القدرة الربانية سبحانه وتعالى، سبحان الخالق البديع، وانه بعد ما كانت السماء والأرض شيء واحد متصل ملتحم ملتئم مضموم بعضه على بعض كده، يعني بنقرب المعنى، في كتلة واحدة، حدث بعد كده
الفتق اللي هو الفصل، واللي نجم عنه عملية خلق السماوات والأرض وتشكيل الكون على الصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي، يعني على ما هو عليه الكون من سماء بقى وأرض وقمر وشمس وكواكب وأجرام كتيرة جدا ومجرات عددها لا نهائي. وهذا الكون العظيم واللي العلماء بيقولوا ادركنا أو القدر المدرك منه حوالي 10% من حقيقته، وزي ما بنقول دايما وما هو أعظم من ذلك في هذا الفضاء العظيم اللي بتسبح فيه سائر الكواكب والأجرام. قال تعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. السماوات والأرض كانت في الأصل جرم واحد بلغة أهل الفلك، كانت جرم واحد، وبعدين حصل هذا الفتق، يعني مراحل تكوين السماوات والأرض بعد الرتق حدث الفتق اللي هو الانفجار ده، تحولت المادة دي مادة الجرم إلى الدخان اللي خلقت منه الأرض والسماء، وده بيسموه في علميا بنظرية الانفجار العظيم اللي هو حصل منه الفتق بعد أن كان الكون كله رتق ملتصق مجتمع مضموم بهذا الحال، حصل هذا الانفجار. وزي ما كان العلماء بيقولوا أهل الاختصاص إنه نظرية الانفجار العظيم دي هي نظرية اتفق وانتهى إليها علماء الفيزياء الفلكية والنظرية في تفسير نشأة الكون، وإن الكون بعدها في حالة من التوسع الدائم من أول اللحظة الأولى لمسألة هذا الانفجار العظيم، وإنه في يوم من الأيام الكون ده سوف يطوى مرة تانية، وإحنا هنشوف ده في نهاية سورة الأنبياء، يعني الكون سوف يطوى ويرجع تاني كهيئته الأولى، جرم واحد مفرد، وهذا ما يسموه بنظرية الانسحاق الكوني العظيم، وإنه يرجع تاني كما كان قبلا، وده اللي بيقولوا عليه حتمية عودة الكون بكل ما فيه ومن فيه إلى هذه الهيئة الأولى اللي كان مشابه ليها تماما عند المرة الأولى، يعني المرة الأولى اللي ابتدى منه الخلق وبتسمى مرحلة الرتق، وبعد كده المرحلة الثانية مع نهاية قيام الساعة طي السماوات والأرض أو ما يسموه زي ما قلنا الانسحاق الشديد للكون. هنقف بس عند حتة كده صغيرة نأكد على معنى فيها، يعني الكون ده في بداياته شيء كتلة واحدة حاجة صغيرة، الشيء ده حصل له الرتق ده وبعد كده حصل الفتق، الفتق ده بدأت على أثره يحصل موجات من التوسع لهذا الانفجار العظيم اللي حدث، والانفجار ده أدى إلى توسعات السماء بصورة كبيرة جدا زي ما هنشوف. وزي ما قلنا لحضراتكم إنه هذه الحقائق الكونية لم يصل إليها العلم الحديث إلا في القرن العشرين لما توصلوا إلى حقيقة توسع الكون، وإنه هذه الحقيقة ذكرها القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن لما علمنا الله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني هذا التوسع والامتداد الكوني تأكيد على هذا الأمر، وكل ده سبق له القرآن الكريم بالإشارة. يحصل هذا التمدد بعد هذا الانفجار، حصل بقى تكوين الأرض وبعدين تكوين وجود الكواكب وبعدين بعد كده ظهور النجوم، كل ده تكون أثر هذا الفتق بعد أن كان الكون كله في هذا الحال من الرتق، هذا الانضمام كمرحلة أولى وبعد كده مرحلة أخرى بهذا الانفجار بيسموه الانفجار العظيم. ولكن هذا الامتداد والتوسع ليه لحظة هيقف عندها إلى ما شاء الله يتني هذا التوسع، وبعد كده يرجع الكون تاني كسابقة حاله الأولى. القرآن الكريم اتكلم في كل ده من قبل يعني قرون مضت، وصدق الله العظيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا
من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون؟ صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمناً وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا بحضراتكم من جديد، ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، وكذلك ننبه على حضراتكم بالحذر الشديد من سائر الصفحات المزيفة اللي بتتواصل مع الكثيرين الحقيقة، ومش عارفة الناس ازاي بتنخدع، برغم ان احنا تقريبا كل يوم في الهواء بننبه على الامر ده. فأتمنى على حضراتكم شدة الحذر. احنا بناخد الأسئلة وبنجيب عليها كل يوم أربع، يعني مخصصين يوم الأربع من كل أسبوع للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم، واللي بتفت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة، وكذلك الأرقام الخاصة بالتواصل معنا من داخل وخارج جمهورية مصر العربية، الأرقام أمام حضراتكم على الشاشة. أستاذة سارة، سلام عليكم. يا سارة. ألو. أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. انا بحب البرنامج بتاع حضرتك جدا، ودايما بتفرج على حضرتك. ربنا يجازيك كل خير يا رب. اللهم امين اللهم امين. اتفضلي يا فندم. انا كنت عايزه اسال حضرتك، هل ينفع اصلي وانا ماسكه المصحف صلاه الفرض؟ ينفع تصلي وحضرتك ماسكه المصحف؟ ايوه حاضر. صلاه الفرض. حاضر. صلاه الفرض. حاضر. تمام. هو بس الصوت بتاع حضرتك بعيد شويه، فانا هقول الاسئله بتاعتي ورا بعض على طول. اتفضلي اتفضلي. تاني سؤال انا بطلب بس من حضرتك، ان حضرتك تدعي لوالدي، هو متوفي لسه من 3 اسابيع، ويا ريت يعني كل اللي بيسمعنا يترحموا عليه ويدعوا له. ربنا يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجته في الجنه. يا رب. هو كان دايما بيتابع حضرتك والبرنامج، كنا كل يوم الساعه 6، فارجو يعني دعائي. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجته في الجنه. يا رب. هو انا بس كنت عايزه اسال، هو والدي لما توفى من 3 اسابيع كان يوم الوفاه كان بيعرق كتير قوي، انا سمعت من العرق ده حاجه حلوه، حسن الخاتمه. ان شاء الله نستبشر خيرا، كله خير. كله خير. في سؤال ثالث لما كان نعم في سؤال ثالث حضرتك حابه تساليه. ايوه. هو لما كان متوفي وانا كنت قاعده جنبه قبل ما ندفنه، انا شميت منه ريحه حلوه قوي. الله. ففيها واحده قالت لي ان دي معناها ان الملائكه بتغسله، هل فعلا في حاجه اسمها كده؟ حاضر يا استاذ ايمن. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اخي الفاضل، حضرتك كنت عايز بس اسال في الايه اللي بتقول في قوله تعالى: واذا النفوس زوجت واذا الوحوش حشرت. حاضر. فيما معناهم ايه بالضبط؟ يعني اذا معناهم ايه؟ إذا ايه المقصود يعني؟ المقصود اذا النفوس زوجت واذا الوحوش حشرت. حاضر. ده اول حاجه في السؤال. تاني حاجه حضرتك، يعني انا بحلم بالمتوفيين كتير قوي، يعني بيجولي وعلى طول معايا في العقل الباطن.
فكنت عايز اعرف حضرتك دائم التفكير فيهم خلال اليوم ولا هم بيجوا لك في المنام؟ يعني انا اقصد في المنام، لكن في انت المنام في يومك اليوم العادي بتاع حضرتك ما بتفكرش كتير، يعني مش مشغول بيهم؟ لا مش مشغول بيهم، بس هم على طول موجودين معايا في العقل الباطن، وبحس ان هم كلهم موجودين معايا وحواليا وبيكلموني. دول مثلا ايه؟ القرابه بعيده؟ قرابه؟ لا لا لا، دول اخواتي المتوفين. وكمان ابن عمي كان متوفي قريب، فبيجي لي على طول شخص سليم وبيكلمني وعلى طول معايا، فهم طيب على طول على طول. هل حضرتك بتخصص لهم دعاء ولا بتنسى بتعمل لهم؟ بقرا لهم الفاتحه بس، يعني انا بقرا الفاتحه، يعني كل اللي انا بعمله بقرا الفاتحه. لما تشوفهم كده تقرا لهم الفاتحه؟ تمام. بقرا لهم الفاتحه، بس هما بيجوا يكلموني على طول على طول على طول فترة طويلة قوي معايا ومش منقطعين خالص. فهل ده يعني المفروض ان انا اطلع حاجة لله ولا دي حاجة عادية ولا العقل الباطن ولا مش فاهم؟ حاضر حاضر. بس انا سألت سيادتك انت بتفكر فيهم خلال اليوم، قلت لي لا انا ما لا بفكرش. لا 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 لا، يعني هو بس ساعة المنام يا فندم. تمام تمام يا فندم، شكرا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا دكتورة كل سنة طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير وسلام، وكل المشاهدين ربنا يخليك. ألف خير وسلام، سنة سعيدة إن شاء الله. كنت بعتلهمش كتاب فأدن أنا المغرب، ففي واحدة خليت إمام. معلش تاني السؤال يا ست أم نسمة، حضرتك إيه؟ بص كان أنا بعتلهم ستات. ففي واحدة بيت إمام. بدأت الركعة الأولى بصورة اقرأ. اقرأ آخرها سجدة. نعم. فهي خلصت الركعه، ركعت وسجدت ودخلت الركعه الثانيه. فانا بقول المفروض هي كانت سجدت خالص وقامت خدت سوره ثاني وكملت الركعه الاولى. طب ايه المشكله؟ هل عملتها دي صح ولا يعني غلط؟ ايه المشكله ان هي صادفتها السجده، نزلت سجدت وبعدين قامت كملت؟ ايه المشكله؟ ما هي ما سجدتش، هي ركعت وسجدت. ركعت الاول يعني ما سجدتش وبعدين ما؟ لا لا لا. تمام. السؤال الثاني. حاضر بس كده تمام، ده سؤال ده بس ولا في حاجه ثانيه؟ طيب شكرا، ربنا يخليكي. شكرا يا استاذه. حاضر. استاذه ريحاب. استاذه ريحاب اتفضلي يا فندم مع حضرتك. طيب استاذه دعاء. الو. اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. كل سنه وانتي طيبه. حضراتكم طيبين وسنه سعيده ان شاء الله على الجميع. امين يا رب. بصي، هو انا بس سؤالي باختصار شديد، يعني انا متجوزه تقريبا بقالي 6 شهور وحاليا حامل. وقبل الجواز باسبوع كده جوزي قال لي ان هو عنده حاجه في الاعصاب او ان هو معمول له عمل او سحر اسود حاجه كده. فطبعا كل الناس قعدت تقول لي مش هينفع انت تاجلي وبتاع وكده، وكملت الجواز عادي. من تاني يوم بقى بيجي له تشنجات ووشه بيتغير وبيحصل له حاجات غريبة، وهو بيصلي مع انه هو ثبت الصلاة في دماغه كبيرة يعني ما شاء الله. بس انا يعني حياتي كلها متلخبطة، ومامته قاعدة معانا في نفس البيت. اي بس انت في شقة وهي في شقة، يعني هما مش طبيعيين ازاي؟ يعني تصرفاتهم وسلوكهم واتيتيودهم، يعني ناس بتصلي وبتشتم، ناس بتصلي وبتكذب، ناس بتصلي وبتعمل حاجات غريبة. كل ما يعرف واحدة كان قبل كده يعني يروح يتقدم لها، تعمل تشربه حاجة، تأكله حاجة. انت شفتي بعينك ولا هو اللي بيقول لك؟ لا لا، هو اللي بيقول. عشان ما اقول كل واحدة، يعني قاعدة الناس قاعدة مقطوعة للسحر دلوقتي، كله قاعد يسحر. فهو طبعا كل شوية بقى يروح لشوية. انا كل ما كنت بخطب واحدة كانت الواحدة دي هي بتسحر له. لما هو يقول لها ان هو مثلا مش عايز يكمل فتعمل له بقى سحر اسود ومش عارفه ايه في المقابر وحاجات كده. طبعا حاجات انا عمري لا شفتها ولا سمعتها. بقى راح عن الوعي وعينيه ما بقتش اللي هو النني الابيض اللي هو الاسود ده موجود، عينيه كلها بقت بيضه، ويقعد حاجه جواه هي اللي بتتكلم بس بصوته. وبيعدل في القران وبيقول الشهاده وحاجات كده. انا يعني كانك تتفرجي على فيلم. طب انا عايزه اسال سؤال، وهو ما قالكيش ان هو بيقول لي كان عندي حاجه في الاعصاب؟ ما حاولش ليه يروح لدكتور من الدكاتره؟ راح لدكتور، تشخيص للدكتور ان هو بيقول ان هو عنده حاجه في الاعصاب اسمها ام اس. طب انت رحتي معاه ولا كل ده انت سامع؟ مش بيحب ان انا اروح معاه، ومامته هي اللي يعني هي المتدخله في كل حاجه، حتى المشاكل اللي ما بيننا هي لازم تبقى عارفه كل حاجه، واعملي كذا وما تعمليش كذا. انتوا سألتوا عليه قبل مسألة الجواز دي؟ لا.
يعني الخطوبة أخذت وقت قد إيه؟ هو كان جاينا عن طريق طرف حد يعني زميلة والدتي وكده وجواز تقليدي يعني. معلش، وحتى لو زواج تقليدي ما نسأل عليه، هو زواج تقليدي معناه ما نسألش؟ أنا بابا يعني انتوا ما فيش حد قال لكم عنه حاجة يعني وانتوا بتسألوا؟ لا يعني بس هو قبل الأسبوع يعني طول فترة الخطوبة لحد قبل أسبوع من الجواز كان عادي، كان بيمشي عادي، كان بيتصرف عادي. بعد الجواز بقى مش قادر يمشي خالص، بيجيله تشنجات، بيقع في الشارع، يعني أي حاجة كده تلاقيه بقى تعب ويتشنج وحاجات كده غريبة يعني. حد من عيلته، حد من الحاجات دي، حد نعم يعني زي الحاجات اللي احنا بنقعد نشوفها في الأفلام والمسلسلات والحاجات دي. طيب حد من عيلته قالك إنه هو يعني بيعاني من شيء أو حاجة، أو ولا قاعد برضو يقولك السحر والكلام ده؟ لما بيشوفوه تعبان بيقولوا ان هم طب نروح لدكاتره تاني، يروح لدكاتره يعملوا تحاليل واشعاعات، وانا بشوفها وبصورها وبسال دكاتره طبعا من وراه. بيقولوا ان هي الحاله عنده ام اس. وبقيت قرايبه ماشي، بغض النظر عن المسمى التخصصي، لكن ايه اعراضها اللي بتشوفيه؟ الاعراض ما انا دلوقتي انا يحط لي مسمى انا ممكن ما بقاش فاهماك يعني هو راجل متخصص. ما هو التهاب الاعصاب ده بيتقسم لكذا حاجه، منها تمام العرض بتاعه ده، العرض بتاعه ده ايه اثاره؟ الصور اللي انت بتشوفيه عليها ولا حاجه تانية اللي انت سالتيهم؟ لا، اجزاء منها يعني التشنجات دي والحاجات اللي هي ما بقاش قادر يمشي، الحاجات دي من الاعصاب. طيب بس ان هو عينه تروح ويبقى يعني ما يمكن فيه هو كل واحد استقباله للعرض زي التاني، اللي هو المرض اللي بيجي له بيبقى زي التاني؟ اكيد لا. ما هو عمال يقول ان هو معمول له عمل وحاجات كده. ايه اللي معمول له عمل؟ انا بصلي وبلتزم، وحتى لو الدنيا كلها واقفه انها تضرني وربنا مش رايد ان انا اضر، لن اضر. فيبقى الانسان عنده يقين الايمان هو اللي بيثبته. يبقى بيصلي وفجاه تلاقيه بيشتم، يبقى بيصلي وفجاه تلاقيه عمال بينتقدني طيب ومش مقتنع بيا ويقعد يكلمني. انا هقول لحضرتك وجهه نظري اللي هي متواضعه جدا، وحضرتك الامر بين يديك فانظري ماذا تصنعين. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا في الرد على الاسئله الخاصه بحضرتكم باذن الله تعالى. اهلا بحضراتكم من جديد. كانت معانا الاستاذه ساره اللي بتسال وبتقول هل ينفع تصلي صلاه الفرض وهي ماسكه المصحف، يعني تقرا من المصحف اثناء قيامها بصلاه الفروض؟ زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده انه ما عليه الفتوى جواز ذلك، انها تمسك المصحف وتقرا منه سواء ده في الفرض او في النفل. واستدل على ذلك بحديث السيده عائشه رضي الله عنها والغلام ذكوان اللي كان عندها واللي كان يؤمها في الصلاه من المصحف. وبالنسبه لما حدث مع الوالد الكريم من ان حضرتك شميتي رائحه طيبه زكيه في لحظات احتضاره، كل دي من البشريات، ما نقدرش نحدد ايه الواقع، لكن هو طبعا الشيء الحجاب اللي بيمنعنا عن رؤية ما يحدث في هذا العالم الآخر، إلا إنه هو متلبس بعالمنا كذلك، لكنها مما تعطي البشريات الطيبات بحسن الخاتمة إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويرفع درجته في الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين. الأستاذ أيمن كان بيسأل عن بعض الآيات اللي جت في سورة التكوير، بيتكلم يعني إيه مسألة إنه إذا الوحوش حشرت وإذا النفوس زوجت، يعني طبعا السياق الآيات لازم يراعى عند التفسير. أنا هقول لحضرتك ما أتذكره اليوم، ولكن هذه السورة بتحكي عن يوم القيامة وأحداث مقدمات الأحداث في يوم القيامة، وإنه هيحصل في تغيير في الكون. وإحنا كنا لسه في مقدمة التفسير في سورة الأنبياء بنتكلم على قضية إزاي نشأة الأكوان، وقلنا إنه في ختام السورة يوم نطوي السماء كطي السجل للصحف، وإنه هيحصل برضو اندثار للكون وتغير في الحال اللي إحنا شايفينه واختلال هذا بقى النظام لانتهاء هذا العالم والدخول في عالم آخر
خلق جديد آخر. فمن ضمن الحاجات اللي هنشوفها إنه إذا الوحوش حشرت كل اللي موجود ده من الحيوانات اللي انت شايفها كل دول هيحشروا مع الإنسان، هتجمع يوم القيامة ويبعثها الله سبحانه وتعالى عشان الناس تشوف كمال قدرة الله سبحانه وتعالى في بعث جميع الخلق، مش إحنا بس، كل الخلق هيبعثوا في يوم القيامة، حتى الحيوانات. ومن كمال عدل المولى سبحانه وتعالى هيبقى فيه اختصاص من بعضها لبعض، إنه وهكذا جل جلال الله سبحانه وتعالى، وبعدين ثم يميتها ويجعلها ترابا. وبالنسبة لمسألة وإذا النفوس زوجت، فيها تفسير كتير ومعاني كتيرة جدا. وإذا النفوس زوجت فيها أقوال كتيرة جدا في تفسيرها، أشهر يعني الأقوال دي إن كل نفس بتحشر مع نظيرتها، يعني نفس الصالحة تحشر مع الصالحة والسيئة مع شاكلتها مع السيئة. ولكن ما نيجي مش هاخد الآية بس مقتطعة من السياق لسورة التكوير، لكن أبقى فاهم إن السورة لها سياق لها موضوع، وهي النظرة الموضوعية اللي احنا دايما بنتكلم مع حضراتكم عنها، وهي المنهج اللي احنا اعتمدناه في العمل في تفسير القرآن الكريم، وهو إن احنا أثناء تفسير السورة في سياق عام في موضوع مراد من هذه السورة، جاءت كل الآيات بتسلسل معين لخدمة أو لخدمة هذا الموضوع. هذه السورة بتأتي وبتتحدث في المقدمة بتاعتها عن مسألة أحداث يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. بالنسبة لي أختنا الفاضلة اللي كانوا بيصلوا مع بعض، أستاذة نسمة، أم نسمة، وبعدين بتقول إن إحنا كنا 2 ستات بنصلي مع بعض، فكانت في سجدة تلاوة أثناء الصلاة، هي كانت بتصلي بسورة اقرأ باسم ربك، فبتقول لما شافت سجدة التلاوة اللي هي من كانت تأتم بها ما نزلتش للسجدة، وبعدين راحت، لا هو المفروض إن أنا لما تقابلني سجدة التلاوة بنزل أسجد وبعدين أقوم وبعدين أركع وبعد كده أدي السجدتين، مش ان انا اركع وبعد كده اقوم بالركوع وبعد كده ادي سجدة التلاوة، لا. فاذا حضرتك هي عدت، اذا لم تركع بعد سجدة التلاوة هتبطل، يعني الحالة دي هيبقى فيها عكس في مسألة القيام بالاركان فتبطل الركعة، وكان يجب الاتيان بالركوع في الترتيب العادي، ما بجيبش الركوع، انما انا شفت سجده التلاوه اسجد سجده التلاوه بعدين اقوم ادي ركوع وبعدين السجود تاني. هي اثناء ما هي مؤتمه بيها اللي كانت بتصلي بيها قبلتها سجده التلاوه، راحت هي ادت الركوع، ما ادت الركوع وبعدين نزلت عملت سجده التلاوه، لا، المفروض أنا بأدي سجدة التلاوة وبعد كده بأدي الركوع ثم السجود يا صاحبة السؤال. بالنسبة لأختنا الفاضلة الست دعاء، واللي هي متجوزة من 6 شهور وحاليا هي يعني حامل، والزوج بيقولوا أنه عنده حاجة في الأعصاب، وبعدين بيقولها لا ده سحر أسود، وبعدين بيحصل له، هي بتقول بيحصل له تشنجات. يا أختنا الفاضلة، يعني انت دلوقتي كل الكلام اللي هو بيقوله لحضرتك ده، يعني هو بيقوله من وجهة نظره انه عاملين له سحر، انه هو مسحور وكده، انا كل الكلام ده بسمعه، انا لا شفته ولا خبرته ولا عرفته، فانا اعمل ايه؟ انا اللي شايفاه في الحالة اللي حضرتك بتقولي عليها انه ده انسان مريض، مرض بدني عضوي يستلزم المتابعة الجيدة مع الاطباء. كون ان الحالة المرضية بتزداد عن حدها الذي يجب، مش معناها انه عامل له سحر، قد يكون أعراض المرض زايد معاه، قد بيجيله أحالات من الاختناق أو غياب الوعي، فبتشوفي الحالة اللي حضرتك بتشوفيها دي، فيجب على حضرتك بس إن إحنا يبقى في متابعة جادة، وحضرتك تكوني موجودة معاهم في هذه المتابعة، لكن ما يتسبش على هذا الحال يا صاحبة السؤال، بمعنى إن أنا بتابع معه وتقولي له أنا لازم أروح وأباشر معاك الأمر عشان برضو أبقى أعرف أعراض المرض ده إيه بالظبط، وأقصى الأوضاع بتاعته اللي مش مظبوطة إيه، عشان إن أنا أقدر إني أتابع الحالة بتاعتك على الصورة السليمة، وفي نفس الوقت أنا ما يصبنيش نوع من الخوف والقلق،
لكن انا بقى سحر وما سحر، قولي له انت تؤدي الصلاه اللي عليك. واحد دلوقتي ممكن يكون عنده حاله نفسيه، اللي قاعد في داخل الصلاه بيطلع يقوم يقول اي حاجه، ما هو ممكن الشيء العصبي ده له اثر، له عرض على الحاله النفسيه. ما في امراض بدنيه بتؤدي بالانسان الى اطوار نفسيه معينه، ضغوطات معينه، في ما احنا بنشوف ادويه معينه بتؤدي اكتئاب، ادويه عاديه طبيعيه ممكن بيعاني الانسان او بيعاني الانسان من مرض ما، فبتيجي الادويه دي بتعالج من ناحيه، لكن ربما لها اثر جانبي في الناحيه النفسيه، فتلاقي الواحد مخنوق متضايق، ربما ده بيتصاعد حسب الحاله اللي بتتداوى. فده رايي، واسال الله سبحانه وتعالى السلام عشان ما نتعجلش، وبعد كده بالوقت انت تشوفي وضعك ازاي، كيف يكون، دي مساله اختيار حضرتك، انت تختاري كيف يكون الحال بعد كده، لكن تاخدي باسباب العلاج والشفاء. ومساله السحر والكلام ده امور احنا لنا ليس لنا اطلاع بيها، ولا ما نقدرش نحكم عن ان كل واحده بيروح يخطبها بتعمل له سحر. الانسان يلتزم بالمعوذات اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمها لنا، يلتزم بجميع التحصينات اللي وارده في القران الكريم والسنه النبويه المطهره، ومن المفترض ان احنا بنقوم نعملها، مش بس لما احس ان انا محسود ولا انا قلقان من سحر، المفروض انا بعملها على طول. انت على طول محتاج المعونه والمدد من الله، فده بالانسان بيقرا ايات الذكر الحكيم لانها فيها خير وبركه وفيها حفظ وفيها سلامه وفيها من البركات ما لا يحصى عده. فالانسان على طول لازم يكون عنده الالتزام بقراءه هذه الاذكار والتحصينات ليل نهار قدر المستطاع، مش بس لما يشعر او انه مصاب بشيء. ونسال الله سبحانه وتعالى الحفظ والسلامه والأمن والأمان إن شاء الله، وكل عام وحضراتكم بخير وسنة سعيدة إن شاء الله، كلها توفيق وبركة ونجاح ومدد من الله سبحانه وتعالى، وحفظ وسلامة ونجاة ورعاية وحفظ دائم من الرحمن سبحانه وتعالى للبلاد وللعباد. وكل عام وحضراتكم بخير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته، نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن تدفع عنا يا مولانا كل الفتن والآفات. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين.